السؤال الثاني؟ السؤال الثاني اني برأي الشيخ بعض الاخوان المنشدين يتوسع في ناحيه الانشاد ويحصل بعض الانشيد ايقاعات تشبه ايقاعات الاغاني وكذا. ايقاعات الشيخ. ايقاعات بادوات موسيقيه ولا بغيرها؟ اي ادوات موسيقيه وبعض الاحيان تلاعب بالاصوات عن طريق الكمبيوتر. طيب خلينا نشوف. شكرا. هو الان عنده ايضا يعني تحرج من ما يفعله بعض المنشدين، هو يقول انهم يتوسعون وقد بعضهم ينشد على ايقاعات وبعضهم ينشدون على ايقاعات اصلها ليست ادوات موسيقيه لكنها اصوات بالالات وكذا، يقول كانه يتحرج من هذا، ماذا نقول يا شيخ؟ نقول عندنا في هذا المقام امران، الامر الاول او في هذه المساله امران، الامر الاول ما يتعلق بما يراه الانسان في ذاته، اذا راى ان هذه الايقاعات محرمه او ان هذا النوع من الانشاد حتى ولو لم يكن مصاحبا لايقاعات يشبه الطرب الذي نهت عنه الشريعه والمعازف التي نهت عنها الشريعه فهذا اختياره، وله ان يرى وله ان ياخذ بما توصل اليه. لكن ان المقام الثاني ما يتعلق بالانكار او ما يتعلق بتوجيه النقد، ينبغي في هذه الحال أن نراعي مواطن الخلاف ومسائل الخلاف. هذه الإيقاعات التي يذكرها الأخ التي هي عبارة عن أصوات بشرية ترافق كلمات المنشدين، مما اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من يرى أنه نوع من الموسيقى الذي نهت عنه الشريعة لكونه يؤدي ما تؤديه الموسيقى في المحصلة من الإطراب، وآخرون يرون أن هذا لم يخرج عن كونه صوتا بشريا وأنه بالتالي لا يترتب عليه ما يترتب على المعازف من حكم. المسألة فيها قولان، الأقرب للصواب فيما أرى أنه هذه المعازف هذه الإيقاعات التي تشبه الموسيقى هي في الحقيقة في حكم الموسيقى، كونها يعني تصدر عن عود أو كونها تصدر عن آلة كمبيوترية يتحكم فيها بالصوت وارتفاع وانخفاض، وهذا لا يؤثر، العبرة بالحاصل والناتج النهائي، الناتج النهائي تشابه بين الأمرين، فبالتالي ينبغي للمنشدين اجتنابها وللمستمعين أن يتوقعوها. ما في يعني في هذا مبالغة يا شيخ، يعني هي أصوات أصلا، يعني كونها أصوات وطالعة جميلة ورتب الترتيب صحيح، يعني نسويها موسيقى بالقوة بعد ما أدري والله. على كل نحن لا نستطيع أن نحكم على شيء محدد، يعني يمكن هذا تقصد بعض ما يكون من هذه الإنشاديات، لكن هناك نوع من الإيقاعات يعني لا تفرقه عن الطبل، لا تفرقه عن الآلات الموسيقية، أنا أتكلم عن هذا مع أنه قد يكون صوت أو قد يكون نوع من الطرق المعين الذي مع تتابعه وتداخله والتحكم فيه يكون كالموسيقى. جزاكم الله خير.